من مستغانم احتج العديد من أولياء تلاميذ روضة الفأرة الخضراء على خلفية غلقها لتحفظات مما حرم أبنائهم من التعليم كونها أقرب وأفضل روضة على مستوى الولاية، مطالبين تدخل الجهات المعنية ورفع التحفظات عنها. المراسلة كانت لتواتي بالعربي. في الحقيقة كان عندي ولدي هنايا مدة سنوات، ما كان حتى مشكل وقع، فوتنا مع هذه لاكراش سنوات. من بعد زدت دخلت هذا البنت، راهي مسروره في هذه لاكراش. حقيقه كون كاين مشكله نقول اين مشكله، راهي فرحانه بهذه. وما عرفناش السبب حتى فجاه سمعنا قرار باللي غلق هذه لاكراش. ان شاء الله انا طالبين من هذه الحضانه ان شاء الله بربي تتفتح، ورا عندنا مشكل في ولادنا ماناش صايبين وين نحطوهم. رانا نطلبوا من السلطات المحليه ومنهم السيد الوالي يجي يدير لجنه باش تجي ان شاء الله تشوف هذه الحضانه، الى راه فيها حل يحل لنا هذه الحضانه باش حنا نريحوا مع ولادنا. صيفتي وليه امر لطفله من بين اطفال هذه الحضانه. صراحه هذا القرار اللي تخدد هذه الحضانه شيء مؤسف جدا، لانه من بين ليله وضحاها ما لقيناش من نحطوا ولادنا. صراحه ولادنا اصبحوا مهملين، لانها صراحه انا نشوفها من احسن الروضات في الولايه من حيث المربين، الرعايه، النشاطات، من جميع الجوانب، كل جوانب فيها ايجابيه. صراحه انا اتقدم الى سيادتكم كمديره روضه لاسوليفيرت اللي فتحت مدة 2018، ومن ذاك العام 2018 ما تلقينا حتى مشاكل ولا إشكاليات معهم، لا مع الدراري لا مع لي بارون ما والو. حتى هذا العام جاتنا فجأة انغلقت المؤسسة، انغلقت لنا بلا ما نعرفوا عليه، بلا ما نعرفوا جوسكا فخازا ما نعرفناش عليه. هذه هي. ومع اللي كنت انا مع الكوفيد في لا بيريود تاع الكوفيد درت هذه كنائبه تاعي باش هي تسير الحاله هذه. انا نائبه نوب على الاخت المديره هذه تاع روضه الاطفال لا سوليفيرت اللي جايه في غي تحليتي عثمان رقم 2 زغلول. جاونا لجنات بزاف، وفي 2020 لو مي 2020 جاتنا لجنه فيها 6 أعضاء نساء، شافوا الروضه وما قالوا لي ما كان لا تحفظات لا والو. حتى لهذا خطره في لوموا دوكتوب صرا هذا المشكل، ما راناش عارفين هذا المشكل علاه. هما قال لك جاو زارونا زوج خطرات وقال لك باللي يا ودي عندكم تحفظات. حنا رفعنا التحفظات ديناهم لهم للمديرية، جاونا لو 15 نوفمبر وحنا ديناهم لو 22 نوفمبر وما داروش كاع بعين الاعتبار. مؤسسة ماشي هذا لو مومون اللي تغلق فيها المؤسسة، ماشي هذا هو لو مومون. ها رانا غير نطيحوا ونطلبوا من السلطات الولائية تساعدنا وتجاوبنا، جاوبنا كتابيا. عميل الوالي فتحنا لاكاش.